تغطية، اضغط على علي الأطغي شريدة، لا تعطي فرصة. نعم كرة تعود في النص للمنتخب السعودي، هو اللي ضاغط، هو المستلم الكرة الآن، وهذه كرة بينية خطيرة 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 خطيرة. أوه جول أول للكابتن والغائد ربيع سفياني، ربيع سفياني يسجل أول الأهداف للمنتخب السعودي في كرة بينية للاعب المميز اللي لعبها، ويصنع أول الأهداف للمنتخب السعودي. الجمهور المتواجد كهدف أول فعلا قدم بطريقة جميلة جدا، ويسجل اللاعب ربيع، ربيع سفياني يسجل. شوف شوف التغطية ما كانت، دفاع المنتخب السعودي، نغلة الموسوي لعبها على اليمين، بدر مطوع، بدر موسوي شوت ممكن، ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب الكويتي، والكرت الأصفر يظهر. ماذا؟ ركلة جزاء والكرت الأصفر تراجع في الكرت، ما أدري عطاه الكرت ولا لا، لكن فيه ركلة جزاء على العموم. طبعا في اعتراض، شوف اللعبة، شوف فيصل زايد، نعم والمشاركة وركلة الجزاء على اللاعب المدافع سامي الخيبري اللي محتاج هو الآخر. نعم ركلة جزاء إذا لمنتخبنا الوطني، خلاص الأمور، وعصبية أيضا اللي المدرب يوسف عنبر. حسين الموسوي، حسين الموسوي ركلة جزاء، جول 1-1 حبايب، سجل منتخب الكويت عن طريق حسين الموسوي الهدف الأول، والتعادل في الدقيقة 5-19. 1-1 تعود المباراة من جديد، 1-1 الآن. شوف كل ثقة، حسين الموسوي يسجل هدف التعادل، حسين الموسوي يسجل، وطبعا المحاولة الآن من جديد بدأت وانطلقت بعد الدقيقة اللي أخذوها راحة، وخطيرة هذه خطيرة. ركلة جزاء، خطير خطير خطير، ومتكلم عنه علي النمر، خطير، وانذار على عامر المحتوب، وركلة جزاء، ركلة جزاء، محمد سلمان، سليمان، وضاعت ضاعت 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 في القائم الأيمن، القائم عبد الله ماوي الآن يتواجد، ومقادرة بدر المطوع أيضا أحد الشباب القادم للكرة الكويتية، سريعة سريعة حطها، الله 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 يا فيصل عجب، الله 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 يا فيصل عجب، جول جول ثاني للكويت على السعودية، جول ثاني للبديل فيصل عجب، ومثل ما سجل حسين الموسوي من ركلة جزاء، شوف شوف شلون خطفها، خطفها الخطاف، خطفها الغناص، فيصل عجب جول ثاني لمنتخب الكويت، الهدف الثاني لمنتخب الكويت، حلو جميل ورائع من فيصل عجب، من فيصل